السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم جيت نقاسم معكم وصفه تاع زلابيه البانان الاسبوع القادي. وصفه ناجحه 100% بمقادير مضبوطه، تجي كيما تاع المحلات ولا احسن. اذا تجي هذه زلابيه البانان مقرمشه من برا، وتجي في الوسط شاربه العسل كيما راكم تشوفوا، وتجي معلكه، والبنه كيما تاع برا ولا احسن. اذا بغيتوا تعرفوا واش درت في هذه الوصفه، تبعوا معايا مقادير الوصفة وطريقة التحضير. كما قلت لكم بمقادير مضبوطة، تبعوا كل شيء كما راني نقول وان شاء الله تنجح معكم. تبعوني في الفيديو. اذا هنا في المقادير جبت الكسرونة تاعي، عندي ربع مغارف تاع الزيت كبار، عندي كاس سكر رطب، عفوا كاس سميد رطب، كاس فرينة، كاس ونص تاع ماء، عندي ملعقة كبيرة تاع عسل حلويات العادي، نديرو الكاس تاع الماء، عندي كاس ونص، وهاد الكيسان نفس العبر اللي عبرت بهم السميد رطب والفرينة. نزيدو ربع مغارف كبار معمرين مليح تاع الزيت، راني عبرتهم هنا في هاد الكاس، مغرف كبيرة تاع العسل، عسل حلويات العادي، ونزيدو الرشة تاع الملح باش ما يجيش صامت، ونديه فوق النار حتى يبدا الماء يغلي. كي يبدا يغلي الماء نعاود نديرو المرحلة الثانية. اذا هنا بعد ما غلى لي الماء ندير ملعقة صغيرة تاع فانيليا سائلة، ولا عندكم لافانيل اخرى تاني ديروها. ندير كاس تاع الفرينة والكاس تاع السميد رطب، ونبدا هنايا نكونوا سريعين الحركه، نبدا نخلط بالخف باش تنسجم لي هذيك الفرينه والسميد مع الماء. لازم الفرينه ما توليش تبان هنا، تولي اون بات ليس ما فيهاش دوك الحبيبات تاع الفرينه. نخدم مليح العجينه تاعي حتى تولي رطبه. هنا راح نبدل الملعقه تاعي، ملعقه نجيب تاع سيليكون تساعدني احسن، ونبدا نحرك في هذه العجينه وندخل في الفرينه مليح. اذا بعد ما شكلتها نتحصلوا على هذه العجينه رطبه ملساء. نجيبوا الكيس حلواني نديروا فيه قمع يكون مسنن مليح، فيه الدرس تاع هرقاك، مهم يكون قمع نوعيه جيده. وهنا العجينه راهي سخونه راني نشكل فيها، دوك نشكل كاع العجينه تاعي ونخليها تبرد. هنا لازم العجينه تبرد قبل ما نقلوها، على الاقل تبرد نص ساعه، وانا للامانه خليتها ساعه كامله وهي تبرد. بعد ما بردت بعد ساعة سخنت الزيت وبديت في عملية القلي. نأكد لكم هنا البنات العجينة ما تقليهاش وهي سخونة، راح تتحلك الحبة في المقلة، ما تشدش هاد لافورم تاعها، الشكل تاعها يروح وينتحل في المقلة، لازم العجينة تكون باردة جيدا. اذا هنا بعد ما بردت لي بعد ساعة سخنت الزيت تاعي وراني نقلي في الحبات. وهنا القليان يبقى لك الذوق على حسابك، تبغيهم محمرين بزاف حمريهم بزاف، تبغيهم صفوره تخرجيهم دوغي كيما تبغي انت. انا هنا راح نخليهم شويه دوغي، نقلي الحبات تاوعي كامل.
اذا هنا بعد ما قليت الصباع القاضي تاعي نقطره من الزيت ونحطه في العسل مباشرة، والعسل يكون بارد ما يكونش سخون، ونغمرهم مليح في العسل ونخليهم يتشربوا على عرضهم بلا ما قليت المقلاة الثانية، ونكرر العملية القلي حتى نكمل قاع العجينة تاعي. نقطرها مليح من العسل ونخليها في مصفات تزيد تستقطر من العسل. شوفوا ما شاء الله الحبة كي دايره كيما تاع المحلات ولا احسن، لانها نظيفة في زيت مقي في عسل مقي. تخدميها في الدار على يدك تعرفي واش حطيتي فيها، يعني وصفة مضمونة. نكمل العملية. هنا بعد ما كملت القليان والتحسال عطاني هذه الكمية، وهذه الكمية أنا راني مضاعفة المقادير اللي عطيتهم لكم، ضاعفتهم، ولكن هذاك المقدار اللي عطيتها لكم يعطيكم قد طبسي. قد ما تجربوها برك إلى عجبتكم ضاعفوا المقادير، أنتم أحرار. إذا هذه هي زلابية البانان تاعنا، نقسم لكم في الوسط تشوفوها كي جات، تجي مقرمشة من برا، في الوسط متشربة بالعسل وتجي معلكة، تجي كيما تاع برا كيما تاع المحلات اللي يديروها في البلاد. اذا رمضان راهو داخل، ان شاء الله نخدموا زلابية تاعنا في الدار نقيه كما قلت لكم، كميه وفيره. الى دوبليتو المقادير، الى ضعفتو المقادير تعطيكم كميه وفيره بنينه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما عليا نقول لكم تبقوا على خير، الى اللقاء في الوصفه القادمه ان شاء الله.